سيمنز الألمانية وميتسوبيشي اليابانية رفعتا عرض الاستحواذ على مجموعة الطاقة الفرنسية ألستوم في تحدي لساعي جنرال إلكتريك الأمريكية قبل حلول الموعد النهائي لاتخاذ القرار. حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والتي قالت إنها سوف تعترض على أي صفقة لا تحمي الوظائف الفرنسية وتوفر السيطرة على الأنشطة الاستراتيجية لم تفصح عن أي قرار. وفي رد على أحدث انفتاح في عرض جنرال إلكتريك وسعيا لاسترضاء المخاوف السياسية الفرنسية، قامت كل من سيمنز وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بتبسيط هيكل العرض ورفعت المكون النقدي بمقدار مليار و200 مليون يورو إلى 8 مليارات و200 مليون يورو.